السلام عليكم عزيزاتي، حياكم الله فيما كنتو. هانين مهنين نتوما وليداتكم مالين داركم، معز عليكم. غنديروا جولة في ميركادونا، نتعرفوا على بعض الماكياج، المواد الغذائية. المهم تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر. هذاك الماكياج اللي الفوندو تاع اللي وريتكم، هذاك اللويان غزال البنات، زوين بزاف اللي داز في الاول. وهادو غطاس ديال الماكياج، كتخلطيهم مع الفوندو تاع ديالك. كتاخدي الطونو اللي بغيتي، كاين الابيض وكاين اللي وجهها ابيض وكاين اللي وجهها يعني اللي وجهها اللي سمراء يعني. كاين الابيض اللي بغات تاخد الطونو ديالها كيولي ابيض، واللي وجهها سمر كتاخد القهوي. وهنايا هاد الصبيغ تا هما عاد جابوهم جداد، 2 أورو و50. هذا البنات تراتامينتو ديال بالنسبه للاخوات اللي كيتهرسوا ليهم الظفر، فكاينين في هاد اللوينات، كاين في القصيبي والغوز، كديريهم ما كيبقاوش يتهرسوا لك الضفيرات. 2 أورو و95. وهذا سويرو مال البنات ديال الشفر، الفيديو غادي كيجري، داير 5 أورو. وهذا سويرهم. وهنايا هاد اللوينات ديال فوق العين، فيه 4 اللوينات، 4 أورو. هادو اللوينات غزالين، هادو يلاه جابوهم ماشي بزاف، جابوهم جداد واللوينات غزالين. كيبقى واحد البريون زوين، جربته في يديا بقى اللون ديالو زوين الصراحة، زوينين الماكياج اللي جابو كاملين، زعما القليدات ديالهم زوينة. وهذا تا هو يا 4 أورو و75. هادو العكورة تا هما عاد جابوهم جداد، الألوان ديالهم غزالين. هذا البنات الكول ديال اليازير، بالنسبة للأخوات اللي كيضرهم الظهر، اللي كيضرهم هكا الكتاف، اللي عندهم الحريق في الكتاف، اللي كضرها الركابي ديالها، كتاخدي واحد شوية وكدهنيه. كيهمد البنات اللي كيكون عندها الصداع، زوين بزاف، قالوا لي عليه بأنه غزال. 2 أورو. الكول ديال روميرو غتلقاو فيه، كاين ميركادونا. هذا كريم كاكاوي ديال مرطب ديال الشفايف، غزال تا هو بزاف، 1 أورو 90. هادو البنات بالنسبه اللي كيدبر الصباط، كديرهم هكا في القدام ديالك، ما كيدبركش هكا، كيساعدك باش ما كيدبركش الصباط ملي كديريهم. كاين هادو وكاين هادو تا هما ديال الصبعان. جيت هادو كاملين اللي كيدبر، اللي كيلبسوا الصبابط وكيدبروا. حيت كاين اللي كيكون عندها الجلد ديالها حساس، كيكون كرطب دغيا كيدبروها الصبابط، فهادو كيصلحوا لهاد الشيء. وهنايا خديت ديك البطاطا براباس، زوينه هاد البطاطا، كتجي لذيذه مع ديك الصلصه ديالها، كتجي رائعه جدا، الصلصه ديالها حاره، صلصه براباس. وخديت هاد سميتو الاناناس. هنا خديت هذاك الخرشف، الخرشف متلج ولا اش غنقولو، كونخيلاو. هنايا البنات هذا بان ريادو، بان ريادو، هذا سينغلوتين البنات، بالنسبه للناس اللي كيعانيو كيبغيو الحاجات سينغلوتين، هادو كاملين اللي هنايا. هادو البنات تا هو كديري في الخضره، دقيق كتريبوسي فيه الخضره، ريبوسي ريبوسار ديال كتمرمدي الخضره وكتقليها، هذا خاص كتقلي به الخضره، كيجي مقرمش وكيجي زوين. وهذاك الدقيق اللي حداه تا هو ديال الحوت والاخر ديال الخضره، هذا تا هو دقيق كتصيبي تطلعي به، كتصيبي به الكيك بالنسبه للناس اللي كيبغوا سينغلوتين. هذا الدقيق ديال الحمص، هذا كيديروا به واحد الوصفه زوينه سوريه، ما عرفتش شنو الاسم ديالها. المهم دقيق الحمص بالنسبه للاخوات اللي سقساوني عليه، 1 أورو 20. هذا تا هو دقيق تا هو سينغلوتين، بريبارادو، يعني كتوجدي به الخبز، تعجني به الخبز بالنسبه للناس ديال هذا الشيء كاع اللي وريتكم، سينغلوتين يعني اللي كيبغوا داكشي اللي كيبغوه خاص بسينغلوتين. هنايا دقيق الرز، هذا البنات كديري فيه بزاف الحاجات، كيصلح حتى هكا الناس اللي كيبغوا يديروا الماسك ديال الوجه، باه هو كيصلح ليه حتى هو. دقيق الرز هو كاين هنايا. وهذه حتى هي الدقيق ديال البيتزا، راه كنزرب البنات خاص بالبيتزا، هذا واجد. وهذا ديال الكيك تا هو واجد، راه دايرين مع الخميره البنات.
كتكون فيه الخميره، هذا البسكوتشو. الكيك يعني كيكون واجد وما غاليش، 83 سنتيم. والاخر ديال بريبارادو بار البيتزا، هذا هو الكبار البنات بالنسبه للاخوات اللي سولوني عليه، سميتو الكبار 95 سنتيم، كاين هنايا في الجهه اللي كاين فين كاين الزيتون بالنسبه للاخوات اللي طلبوني. هذا البنات سومو ديال سومو، عصير ديال الفواكه خالي من الكراسه، فيه 6 وما عرفتش 65 سنتيم ولا ما عرفت 95، ما كاملش اورو. هذا البنات واحد العطريه ديال المكسيكيين، يعني هادشي ديال الطبخ المكسيكي بالنسبه اللي كيبغي هكا يدير هاد البوكاديوز ديال في داك الخبز، ما عرفتش كيقولوا لي بوريتوس، وكاين هذا حتى هو، هذه عطريه كديريها كتخلطيها مع بحال دابا البصله الفلفله مع الدجاج، وكديري في هذاك الخبيزات اللي كيجيو دايرين، والله الا مشاو ليا السميات. هاد الصلصه البنات حتى هي كتخلطي كديري مع هاد دوك ناتشوس، كتجي لذيذه بزاف. هاد ناتشوس هادو كيجيو لذاذ مع ديك الصلصه، انا كيعجبني مره مره كناخذهم هكا لولادي كيعجبوهم، حتى انا كيعجبني. كاينه هذه حتى هي بالمذاق ديال الافوكا، هذا جديده، يلاه يلاه جابوها، كتجي لذيذه مع ديك الصلصه، كتجي رائعه جدا. هكا ملي تكوني واحد النهار تبغي هكا ديري شي جلسه بحال تكوني جالسه في القهوه غير في دارك، كديري الطبخه. هذا الماء ديال الكوكو اللي كيعجبها، الماء ديال الكوكو 100% ناتورال، كاين الصغير وكاين الكبير، انا كيحمقني الماء ديال الكوكو بالنسبه للاخوات اللي كيعجبهم. راه كاين هنايا جيت فين كاين السومو. وهذا البنات الريب، الريب هذا حتى هو مؤخرا جابوه في ميركادونا، ودابا راه فين ما مشيتو كاين. وهنايا كاين هاد الفرماجه البنات كبيره تبارك الله، راه فيها مع شحال من كيلو، كبيره زعما تدي لك بزاف، ودايره 8 اورو، يعني ثمن جد مناسب. راه كبيره هذه الدواره كبيره، والمذاق ديالو رائع جدا، هاد الفرماج زوين بزاف. وكاين النص عاوتاني داير 11 اورو، بالحق الحجم كبر من هذه شويه، هذا حتى هو داير 11 اورو شي حاجه، داير دي لك مده تبارك الله، راه فيها الخير والبركه. وهادو حتى هما كبار دايرين 15 اورو، ولكن راه تبارك الله بحال هادو ينفعوا بحال ملي نكونوا غادي للمغرب، بحال هكا كنديهم معايا انا بحال هكا للمغرب، كينفعوا كيبقاو لك هكا ديك المده اللي كتكوني. وهذا البنات هذا الكيسو كيحمقني انا، كيجي في شلاضه كتاكلي غير بوحدو، كيجي رائع جدا، كيعجبني بحال اللبه. اورو 30. ومن بعد عزيزاتي ما خرجت من ميركادونا، صورت لكم داكشي اللي قديت عليه، المهم شاركت معكم داكشي. وهنايا هاد البلاصه بالنسبه للاخوات اللي في مدريد، هاد نتمنى تكون تبان لكم مزيان. المهم هاد السميه بيتل، سميتها واقيلا بيتل، سميتها بيتل. المهم كاين هنايا واحد اللي بغيت نقول من هاد الشيء كله، انا غنقرب لكم التصوير مزيان باش تشوفوا. المهم كاين هاد العلامه كاينه في هاد القهوه، وكاينه في هاد واحد سيغون دامانو. المهم باش تعرفوا كاين هنايا هاد البلاصه، كاينه واحد باروكيه هنا فين كتشوفوا داك الشجر هذاك والباب، كاين واحد باروكيه كيعاونوا، كتعيطوا ليهم كيعاونوا الناس اللي ما عندهمش، الله يحسن العون. راكم عارفين مع الحجر الصحي الناس بزاف اللي ما خدامينش، وهذا الله يحسن العون. كتديروا بيتل، المهم اسم ديالها بي اي تي اي ال، بيتل، المهم هذا هو الاسم. وكتجيو كتهضروا معاهم، وقيلا يمكن خاصكم التليفون، انا التليفون كان عندي وتودر لي الصراحه، ولكن اللي بغاو يجيو هكا يسولوا كيدخلوا عندهم، نتوما ما خسرتوا والو، كتدخلوا هنايا هذا هو الباب. المهم ها باش تعرفوا هنايا كاين القهوه، وهنا كاين واحد الحانوت ديال سيغوندا مانو، والباب وقيلا اللي غتدخلوا منه هو هذا. ثلاث لفتو كاع وهذا سولوا، قول لهم باروكي اللي كاين هنا غادي يوريوكم. المهم باراد اللي كتجيب حتى لهنا البنات، وكاينه هذيك تويوتا حداها، غير باش كتعرفوا النعت. ولتحت انا كنهود كنمشي هنا ملي كنتقدى هذا ليدل وميركادونا، كنهود من هنايا كندوز، كيحطني الطوبيس هذيك البارادا اللي ملي كنكون جايه من عندي كتحطني هذيك البارادا. المهم النوامر اللي كيجيبو حتى لهنايا هما هادو،
47 108 118 121 131 اللي كنجي فيهم انا 121 131 من الحومه ديالي، كنجي من الحومه ديالي. وكاينه النمره 16 الخضرين اللي كيحطوكم مقابل مقابل مع هاد الباروكيه هذه. المهم كتجيو عندهم وتيعرفوا الظروف ديالكم وتيعاونوا تيعطيو. الصراحه داكشي زوين، تيجيو الناس بزاف تيعطيو الماكله بطبيعه الحال، الزيت والحليب وما عرفت شنو داكشي. المهم كيعطيو داكشي مزيان. بالنسبه للناس انا كنقول الناس اللي مخدامينش وحالتهم صعيبه يجيو هنايا يستافدوا حتى هما من هادشي، ماشي مشكل. يعني بغاو حتى هما يا هكا يعاونوا راسهم ووليداتهم، راه الناس مازمه الله يحسن العوان مع هاد الحجر هذا ومع هاد المصيبه اللي سلط علينا ربي الله يهزو علينا. الناس بزاف جالسين من الخدمه. المهم نتمنى تكونوا تفهموني الناس اللي في مدريد، باش نتمنى وريتكم البلاصه مزيان. سميتها نتوما ديروا بيتيل، وإلا بغيتوا تعرفوا ديروا بيتيل، شوفوا راه تخرج لكم يمكن التليفون ديالهم، ولا جيو برجليكم نتوما ما تخسروا والو، جيو سولوا شوفوا واش غادي يقولوا لكم. هذيك الساعه قالوا لكم راه هذيك الساعه يعطيوكم السيتا باش تعيطوا لهم وعدد تجي، ولا غيطلبوا لكم شي ورق. المهم انا قلت لكم عطيتها لكم، اللي بغات تجي تجي، وهذا مكان. ودابا غادي نمشي للدار. المهم اخواتي كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم ونكون فدتكم ولو بالقليل، ونتمنى نكون شرحت لكم على هاد الباروكيه ولا جمعيه ولا ما عرفت كاينه وقيله. المهم انا على اللي قالوا لي الناس انا قلت لكم، يعني المعلومه اللي عندي شاركتها معكم، واللي كيهم الامر تجي تستافد حتى هي، ماشي مشكل وماشي عيب. الانسان ما عندوش الله يحسن العوان، ماشي عيب يجي يعاون راسو. وداكشي اللي كان راه الصراحه راه مزيان، لان اي حاجه راه كنشريوها. وهذا مكان عزيزاتي، نتمنى تبارطاجيو باش تعم الفائده، وبنات كاع اللي كاينين في مدريد يعرفوا هذه المساله، اللي ما عارفينش واللي عارفين كما تنقول دائما بصحتهم. هذا مكان، وما تنساوش لينا البارطاج الاخوات، وجيم باش يطلع الفيديو كيف تنقول لكم دائما، جيم غير باش يطلع لينا الفيديو على وعسى على وعسى يطلع هذا الفيديو هذا ولا ما بغى يطلع. المهم اخواتي هادشي اللي كان. دابا انا في الطوبيس، انا ماشيه لتقدي داكشي اللي قسم الله، خديت شي حاجه وغادا نمشي للدار. المهم تقديت غير شي حاجه هكا وغنمشي للدار. هادشي اللي كاين عزيزاتي، ما نطولش عليكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. المهم غادي قبل من هذا الفيديو غادي نلوح لكم فيديو ديال ليدل تحت طلب الاخوات، كيف ما عودتكم دائما مع الجديد ديال ليدل غنلوحو لكم هو الاول، عاد غنمونطي هذا ديال ميركادونا ونلوحو لكم ان شاء الله بحول الله. ومع السلامه، نتمنى ما نكونش ثقيله على القلب نكون خفيفه بحال الريشه على قلوبكم. يلا اخواتي، احبكم في الله جميعا، ومع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.